ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن العاصمة الزميل عمر عبد المجيد موفد التلفزيون المصري. عمر، انقل لنا الأجواء والاستعدادات في العاصمة قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي. صحفية صحفية وبالطبع لا نستطيع أن نقول معها التجاوزات التي معها أو تتناقلها وقوات الاحتلال ما بين حين وآخر. بالطبع الموضوع متبادل، رجعنا استطلاعات الرأي الخاصة بالسي إن التي ذكرت هذه الاستطلاعات بأن 47 عشرة بالمئة في مقابل أن ترامب يحقق 46% في مجمل الانتخابات، أي التقارب أقل من 1% نقطة ما بين هاريس وما بين ترامب. لكن هذا بالطبع يعتبر باستطلاعات لغاية، هذه الاستطلاعات لا تعبر عن الواقع الانتخابي الكثير، فهي بالطبع طريقة معينة للمجتمع لا نستطيع أن نبني عليها الحصائر بشكل يعني. دعينا صح ما تناول بعض الولايات بشكل من الفلسطينيين، نتحدث وهي إحدى الولايات المتريحة، نحن نتحدث إجمالا عن عدد الولايات المتريحة هم 7 ولايات فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحسن مصير الانتخابات الأمريكية، فهناك ولايات الأحمر هي تتقوس للجمهوريين بغض النظر عن الولايات، هناك ولايات في اللون الأزرق دائما تتقوس للديمقراطيين بغض النظر عن الولايات، بحيث يتبقى كده 7 ولايات هي الولايات المتابعة. أول هذه الولايات هي ولاية نورث كارولينا، لا يمكن التفهم إطلاقا في هذه الآن بإجمالي الأمور التي تثير بها، فهناك تعادل واضح ما بين ترامب وبين هاريس في هذه الولاية. لكن على سبيل المثال إذا انتقلنا إلى ولاية جورجيا، ترامب يتم مؤتمر صحفي غدا في هذه الولاية، في ولاية بنسلفانيا يتحدث فيها بشكل واضح، وسيكون غدا آخر يوم للمؤتمرات الانتخابية لكمالا هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهذه الولاية التي ينهى فراغها كل من ترامب أو هاريس حتى يحكم هذه الولاية المتأرجحة التي فيها 19 صوت ربما تحكم الانتخابات بشكل واضح إذا ما فاز بها أي من الفريقين. حسب ولاية جورجيا فإن الولاية ذات 19 مقعدا يتقدم بها حسب استطلاعات الرأي طفيفا ترامب في هذه النقطة تحديدا، يتقدم بها ترامب حسب استطلاعات الرأي في هذه الولاية. لكن ايضا هناك تقدم واضح لترامب في ولايه لاس فيجاس، الجمهوريون تقدم واضح وصريح في هذه الولايه طبقا للتصويت الممكن، صوت حوالي 60% من هذه الولايه والجمهوريون يحصلون مصداقيه شديده في ولايه لاس فيجاس، بينما الجمهوريون الديمقراطيين يحاولون ان يحققوا اي شيء في هذه الولايه التي ربما قد حسمت بشكل واضح. اما ولايه حزام الصدر ولايه ويسكونسن التي يزورها اليوم باراك اوباما في محاوله لحشد اصوات ذات البصر السوداء، لانهم هذه الولايه بالاضطهاد الشديد، فاوباما نعم. يلعب على هذا الوتر تحديدا لكسب اصوات الديمقراطيين في ولايه ويسكونسن. نعم، كما يقولون هي 7 ولايات متأرجحة، ويعتقد الكثيرون أنها هي التي ستحسم الانتخابات الأمريكية. من العاصمة واشنطن الزميل عمر عبد المجيد موفد التلفزيون المصري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.